السلام عليكم. مش حال ديما درت فيديو، ولكن اليوم جبت لكم واحد الخبر واعره واعره بزاف. اتصلوا بيا قناه ام بي سي وفريق العمل ديال احمد شقيري، قالوا لي بان الفيديو ديالي في المسابقه اختارت وهدوز اليوم في البرنامج ديالهم في ام بي سي مع 3 و4. عقلوا مزيان، مع 3 و4 هي هدوز المشاركه ديالي في برنامج ديال احمد شقيري اللي كان تقدم خواطر. تشكركم بزاف لان على كاع الدعم اللي فات، راه بلا بكم ما كنتش هنتعلم، وتعلمت كل شيء غير في الانترنت والحمد لله. يعني هادشي مكنني باش ندير هذا الفيديو اللي هدوز. يعني بلا بكم ما كنتش هندير هادشي وما كنتش هنوصل لهادشي. اللي بغيت نطلب منكم هو ان في هذه المسابقه هيعتمدوا على التصويت باش يعزلوا الفائز في يعني فيها. حاجه واحده تنطلبها منكم، هتكون عندي 24 ساعه ديال التصويت. اللي هنطلب منكم هو تصوتوا عليا. التصويت ساهل، تدخلوا السيت ديال قمره بوان تي في، هتدخلوا الايميل ديالكم وهتدخلوا البلد ديالكم، هيوصلكم ايميل. من يوصلكم ايميل هتكونفيرمي وتدخلوا ليه، هتكليكيو عليه وتمشيو تصوتوا، يصيفطكم نيشان للسيت تما تعزلوا المشاركه ديالي. انا ندير لكم الرقم ديالها هنايا باش تعقلوا عليه. هو هذا اللي تنطلب منكم. نتمنى حتى واحد ما يعجز. انا عارف بان بنادم يشجع الانسان تيقول ليه صوت تيعجز ولا هادشي، ولكن هنايا كل صوت مهم بالنسبه ليا. وانتم تعرفوا ما معايش مغاربه كاع، قلال ما تنظن ما شاركوش مغاربه في هذه المسابقه، ما تختار حتى مغربي. وتنظن الوحيد اللي هيكون كان تختار كان دار كليب فاتوه في الاصوات، لان تعرفوا الخليج كلهم يعني التفاعلات عندهم بزاف وكلشي يعني كلشي تيعاون. نتمنى من كاع الدراري اللي هيشوفوا هذا الفيديو كلشي صوت، ما يعني ما تعكزوش، عافاكم ما تعكزوش. الدراري اللي عندهم لي كومينوتي ديالهم اللي في اليوتيوب، دراري تنطلب منكم بارطاجيو هذا الفيديو وقولوا للناس اللي متبعينكم يفوتي، واللي عنده لي باج تمنوا يبارطاجيوهم كاع لي باج اللي، وتنشكرهم لانهم كانوا يبارطاجيو لنا فيديوهات من قبل. نتمنوا كلهم يبارطاجيو. غالبا الرابط ديال التصويت وديال السيت هنكون حاطه في الكومونتير. اذا تخدات الفيديو وتحطات في شي يعني في شي سيت واحد اخر ولا شي حاجه، دخلوا القمره بوان تي في، انا ندير لكم يعني اللين، كتبوه ودخلوا للسيت صوتوا. نتمنى من كاع الدراري يصوتوا. عندنا 24 ساعه. الفيديو ديال البارح هذاك اللي يعني اللي تختار وصل لحد الان مازال 8 السوايع، وصل 13000 صوت بوحدي ما هنقدش نوصل ليها. نتمنى الدراري كلشي يعاونوني وشكرا بزاف، ونتمنى يعني ندوز للمرحله الجايه ان شاء الله، ونتمنى نشرفوا كاع المغاربه والمغرب. ونتمنىكم تفرجوا ويعجبكم الفيديو اللي درت اللي هيدوز اليوم في الام بي سي. وشكرا بزاف، والسلام عليكم ان شاء الله من بعد الفوز. سلامه.